أهلا بكم معنا إلى التفاصيل. أعربت مملكة كمبوديا اليوم بالرباط عن دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية واحترامها لجهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا باراك سوخون. وشدد هذا الأخير الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب على أن مملكة كمبوديا تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وتحترم جهودها للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لهذا النزاع الإقليمي. وجاء في البيان المشترك أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا أكد أيضا دعم كمبوديا الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي للصحراء ستيفان دي مستورا والتي تتماشى مع معايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن. وفي هذا السياق أشاد السيد سوخون بالجهود الجدية والواقعية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب. هذا اللقاء بيناتنا اليوم كان مناسبة كذلك للشكر للوزير وكمبوديا على موقفها البناء من قضية الصحراء المغربية منذ سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية في هذه 21 سنة. واليوم كاين مواقف إيجابية لهذا البلد إزاء هذه القضية المهمة للمغرب وللشعب المغربي. اتفقنا كذلك على أن نعزز آليات التشاور السياسي وتنعقد لجنة الحوار السياسي خلال السنة المقبلة في بنوبيل، كما اتفقنا على تعزيز العلاقات الإنسانية بين البلدين. وفي هذا الإطار أخبرت زميلي بأن المغرب قرر الرفع من منح الدراسة للطلبة الكمبوديين من 5 إلى 20 منحة سنويا انطلاقا من هذه السنة. المغرب وكمبوديا يمكن يشكلوا واحد الآخر جسر للعبور إلى منطقة الآخر. المغرب يمكن له يكون هو جسر كمبوديا للعبور إلى شمال وغرب إفريقيا والعالم العربي، كما أن المغرب يمكن له يعتمد على كمبوديا لتكون جسر للعبور إلى منطقة آسيان وإلى هذا الفضاء والفضاءات المختلفة اللي كتنتمي لها مملكة كمبوديا.